نتابع ونواصل حوارنا الليلة حول مدى نجاح أردوغان في تسويق النموذج التركي. نرحب مرة أخرى بضيوفنا في حوار الليلة من إسطنبول، أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعة كوجالي سمير صالحة، من القاهرة الباحث في مركز الأهرام للدراسات صبحي عسيلة. نذكركم فقط بأنه أيضا بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك. نأخذ بعض المشاركات التي وردتنا من المشاهدين. أولا من المشاهدة أريج العتيبي على تويتر تقول: أظهر أردوغان صورة تركيا المحبة لأشقائها العرب، لكن عند الأزمات لم نسمع سوى كلام لا أكثر، لذلك هو نجح بتلميع تركيا بالكلام لا بالأفعال. أمين جربان يقول على فيسبوك: تركيا أصبحت نموذجا لدول العالم، وكثير من الدول تحاول الاستفادة من خبرات أردوغان. رأي لا يتفق معه أسامة إذ يقول: قبل الثورة السورية كان النموذج التركي مقنعا، أما الآن فقد اكتشفنا تبعية تركيا الكبيرة لأمريكا. أما أمين خيري فيؤكد في مداخلة له على فيسبوك: نجحت الأردوغانية في تركيا لاعتبارات شتى، منها تجدر النموذج العلماني والوضوح الديمقراطي والنمو الاقتصادي المتنامي. معمر بابي أيضا على فيسبوك يقول: استطاع أردوغان إقناع كثير من أصحاب القرار في تركيا بالعدول عن الحلم الأوروبي، ونجح في تحديد العسكر الذين طالما كانوا عقبة أمام عودة تركيا إلى حاضنة الدول الإسلامية. عودة إليك سيد سمير صالح، ربما أخذ إحدى المداخلات لأطرحها عليك، هي قضية أن النموذج التركي قبل الثورة السورية كان مقنعا أكثر حسب الأخت التي كتبت هذه المشاركة، ما رأيك؟ طبعا هذه هي النقطة الأساسية التي نناقشها. من هنا أنا قلت لك قبل قليل أنه أنا لا أوافق على طرح فكرة النموذج بل التجربة، لأنه هذه التجربة مبنية بالدرجة الأساسية على الاقتصاد وعلى استراتيجيات الآن باتت مع الأسف معطلة. تصفير المشاكل مع الجيران مثلا معادلة مهمة جدا، لكن هذه المعادلة لا تتقدم الآن بالاتجاه الذي يريده الأتراك. لماذا أقول ذلك؟ لأنه الإجابة عن هذا السؤال أو الدفاع تبني هذه المعادلة يحتاج إلى موافقة الطرف الآخر، والطرف الآخر الآن يختلف في كثير من المسائل مع الأتراك. من هنا أقول لك أنه طبعا الأتراك يعني يلعبون ويلعبوا دور مهم جدا في الداخل على مستوى الصعود الاقتصادي والإصلاحات السياسية والدستورية وغير ذلك، لكن على الأرض أظن على المستوى الإقليمي ما زال أمام تركيا الكثير، والكثير بالدرجة الأساسية لا يعني فقط تركيا وحدها بل دول الإقليم. قبل قليل سألتي عن زيارة مرسي مثلا، وهي أيضا تساعدنا في تحديد الإجابة. أظن أن زيارة مرسي هي ضربة معلم بامتياز إلى تركيا. ما الذي فعله؟ وقف أمام المواطن التركي وتكلم ساعة كاملة شرح فيها الاستراتيجيات المصرية، أوجز هو من هنا من أنقرة من خلال هذه المشاركة رسالة العودة المصرية إلى الإقليم بقوة كاملة. أظن هذه هي النقطة الأساسية التي ينبغي التركيز عليها في زيارة مرسي إلى أنقرة. صبحي عسيلة، ما رأيك في الكلام الذي يقول بأن أردوغان نجح في تلميع صورة تركيا لدى العرب فقط بالكلام وليس بالأفعال؟ يعني بتأكيد، إنما قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك خليني أعلق تعليق سريع إذا سمحتي لي على موضوع النموذج. وأنا أقول للدكتور سمير يعني إنه هي فكرة النموذج المتواجدة حاليا في الدول العربية خاصة في دول الربيع العربي هي ناتجة بالأساس من أن هذه الدول خارجة من حالة اللا نموذج، يعني في أحسن تقدير أنا أسميه حالة اللا نموذج، ومن ثم يعني تنبهر بالنموذج أو بشبه النموذج أو بالنموذج غير المكتمل أيا كان هذه التسمية التي تطلق عليه، إنهم خارجين أصلا من حالة لا نموذج أو فقدان النموذج، فهم يبحثون على اي يعني اي 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 هدايه اي ضوء في نفق ان هم يدوروا عليه، ومن ثم يعني وجدوا في التجربه التركيه ان هذا النموذج الذي يمكن ان يحتذى. الامر الاخر اللي سالت حضرتك عليه موضوع اردوغان، نعم اردوغان نجح في تسويق فكره تركيا، في يعني اشعال فكره القوميه التركيه والدور التركي والزعامه التركيه في المنطقه. ده عمل له بعض المشاكل في الاقليم، نعم عمل له بعض المشاكل في الاقليم كان اهمها مع مصر وموضوع الصراع على الدور الاقليمي في المنطقه، وادخله في بعض المشكلات. حتى اشار الدكتور سمير حالا الى موضوع تصفير المشكلات وسياسه تصفير المشكلات اللي تبناها احمد داود اوغلو، انما يعني عند اول اختبار حقيقي لهذه المشكله وهي في الازمه السوريه، ازمه بهذا الحجم، اتصور ان تركيا يعني تفشل او تكاد تكون يعني قريبه من الفشل، لانها بين قوسين
هي طرف في هذا الصراع عن طريق الورقة الكردية، ومن ثم هي مكبلة الأيدي إلى حد كبير جدا في التعامل مع هذا الملف. ماذا قدم أردوغان للدول العربية؟ أنا أتفق مع من يقول أنه لم يقدم أكثر من الكلام، ولكن الشعوب العربية وهي كانت مقهورة ومكبوتة كانت تبحث عن مثل هذا النموذج المبهر، يعودها إلى زمن الكاريزما، زمن كاريزما عبد الناصر. هذا الشخص يعني يمثل كاريزما عالية جدا، يتحدث كثيرا جدا عن يعني قوة بلاده، على ضرورة أن تحتل بلاده يعني مركزا مرموقا به. ودعيني أذكر حضرتك أنه مثلا موقف زي اللي عمله مع شيمون بيريز في رده على إسرائيل بينما كان السيد عمرو موسى متواجدا بجواره، هذا الموقف يعني أعطاه شعبية جارفة داخل مصر مثلا، مثل هذه المواقف وإن كانت لا تتعدى الكلام. يعني في نفس الوقت الذي كان يفعل فيه هذا أردوغان مع شيمون بيريز يحتفظ بعلاقات استراتيجية ربما تكون هي الأولى الموجودة في المنطقة بإسرائيل، وله علاقات بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن العرب انبسطوا جدا جدا وساعدوا جدا جدا بهذا الموقف الذي اتخذه بصرف النظر عن موقف آخر حينما ضرب أسطول الحرية. يعني صارت الدنيا ولم تقعد، وبالفعل اتخذت تركيا موقفا كان في هذه اللحظة موقفا حاسما، لدرجة أنه حينما اقتحمت السفارة الإسرائيلية في القاهرة قورن بين هذا الموقف وموقف تركيا، وكان العتاب واللوم الأساسي الموجه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه نحن لسنا أقل من تركيا ولا بد أن يكون الرد بمثل ما رد على تركيا. في الحقيقة تركيا لم يقدم لها اعتذارا رسميا، مصر قدم لها اعتذارا رسميا، ومع ذلك ظهرت الصورة الناصعة لأردوغان وتركيا أنها هي الكاريزما وهي الزعيمة التي نبحث على أن نحتذي بالنموذج بتاعها. سيد صالحة، يعني قبل قليل قال سيد صبحي بأن تركيا لم تقدم شيئا للعالم العربي، ولكن قدمت الكثير، يعني أردوغان قدم الكثير لتركيا، طبعا حزبه حسب استطلاعات الرأي، العدالة والتنمية، حقق استقرار سياسي، حقق استقرار اقتصادي، الحقائق على الأرض تقول بأنه نجح في الصعود بالدولة على الأقل وتحقيق النمو الاقتصادي. مثلا بين 2003 و2008 أصبح معدل دخل الفرد أو قفز من نحو 3000 دولار إلى 10000 دولار. لماذا لا يكون النموذج التركي نموذج يحتذى به في العالم العربي؟ أين الخطأ في ذلك؟ أظن أن الخطأ الأساسي هي أن يكون هذا النموذج مبني على المسألة الاقتصادية بدرجة الأساسية أو حتى الوحيدة. هذه النقطة التي أنا تقلقني في موضوع طرح النموذج التركي، لأنه الصورة الآن في المنطقة أنه الصعود التركي موجود، والنقطة الأساسية التي يتم التركيز عليها هي قوة الاقتصاد. أنا لا يعني الاقتصاد طبعا مهم جدا، لكن هل يكفي ليدفع بالقول يعني دفعنا للقول أنه هذه الدولة أصبحت نموذجا؟ لا أظن إطلاقا، لأنه الآن أي أزمة في المستقبل، الآن هناك أزمة بين تركيا وسوريا تنعكس سلبا على الاقتصاد بين البلدين وعلى الاقتصاد التركي، أزمة ربما محتملة بين تركيا وإيران في المستقبل ستنعكس سلبا على الاقتصاد التركي. النقطة الأكثر خطورة هي ربما أي توتر اقتصاد بين تركيا وروسيا في المستقبل بسبب الأزمة السورية. حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا كما تعرفين الآن يتجاوز 30 مليار دولار. إذا من هنا أقول لك أنه إذا كان توترت العلاقات التركية مع هذه البلدان الثلاث، مع العراق ربما في المستقبل أيضا، فكيف سيستمر هذا النموذج وهذا الصعود؟ من هنا أنا أريد أن يكون هذا النموذج أو هذه التجربة تقدم خدمات أيضا على مستوى السياسي، على المستوى الثقافي الفكري الإصلاحي وغير ذلك. هذا كل ما في المسألة برأيي. يعني في الحديث عن قضية المستوى السياسي، عودة إليك في القاهرة سيد صبحي عسيلة، يعني ألم تكن مفاجأة أن تكون العلاقة بين حزب أردوغان وتركيا في فترة أردوغان والغرب أصبحت أقوى من تلك العلاقة التي ربطت تركيا بالغرب في حكومات سابقة؟ ما يعني حضرتك تاني بتشير إلى نفس التناقض أيضا على المستوى السياسي، وهنا أشير وربما أرجعه إلى البرغماتية الكبيرة جدا التي يتحلى بها أردوغان. أردوغان يحركه بالأساس، وهذا ربما تكون نقطة خلاف بينه وبين الأحزاب الإسلامية والإخوان المسلمين في المنطقة، أردوغان لا تحركه إلا مصلحة تركيا. أردوغان يبحث بالأساس عن مصلحة تركيا، أينما تكون مصلحة تركيا فهو ينطلق أو يتقدم باتجاه هذه المصلحة، غير عابئ بأي يعني كلام حوالين هل ده من الشريعة
أم لا، كما يقال الآن في مصر. يعني كل الإجراءات الآن في مصر في ظل الإخوان المسلمين تقاس أولا على مقياس الشريعة، هل هذا حلال أم حرام؟ صندوق النقد الدولي، القرض من صندوق النقد الدولي يخضع أولا إلى حلال أم حرام؟ تركيا لم تفعل ذلك، وإذا كنا نتحدث عن النموذج التركي ومدى ملائمته إلى هذا الموضوع علينا نتعلم هذا الدرس. نموذج حزب الحرية، حزب العدالة والتنمية، أصلا لم ينشأ كجماعة دعوية كما نشأ الإخوان المسلمين. هذا الحزب نشأ حزبا سياسيا يسعى إلى السلطة ضمن قواعد اللعبة المعترف بها في تركيا، لم يتصادم مع قواعد اللعبة المعترف بها في تركيا، ومن ثم صعد هذا الحزب على أرضية وعلى ثقافة مهيئة تماما. هذه الثقافة غير متوفرة الآن في هذه اللحظة، ومن ثم فإنه أردوغان أيا كان التناقض الذي يحدث فستجد خيطا ناظما لسياساته طول الوقت، وهي المصلحة التركية. المصلحة التركية تقول أنهم يريدون أن ينضموا للاتحاد الأوروبي، فعل وقدم أردوغان ما لم تقدمه كل الحكومات السابقة من تغييرات دستورية وتشريعية حتى يلتحق بالاتحاد الأوروبي، قدم ما لم يقدمه أي حكومة أو أكثر من أي حكومة سابقة في علاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية، وما زالت علاقاته بإسرائيل قائمة رغم كل مساعيه لتواجد في الشرق الأوسط، حتى تواجده وسعيه لدعم دور إقليمي في الشرق الأوسط هو يراهن به على أو يحاول أن يعوض به موضوع الاتحاد الأوروبي. في أقل من 30 ثانية أعود إليك لو سمحت سيد سمير صالحة، هل سيتمكن وتتمكن تركيا من تحقيق التوازن دائما بين علاقاتها مع الدول العربية التي يحكم فيها الآن الإخوان المسلمون ومع الغرب وإسرائيل في نفس الوقت؟ نقطة معادلة صعبة جدا، مسألة صعبة جدا، لا أظن إطلاقا ستكون سهلة، لأنه هذه يعني تنظيم هذه المسألة لا يعني فقط الأتراك وحدهم، بل يعني بقية الأطراف. إسرائيل لها موقف واضح من العدالة والتنمية، لا يمكن لها أن تتراجع عنه بمثل هذه البساطة مثلا. شكرا جزيلا لك سمير صالح، أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعة كوجالي، وأيضا الشكر للباحث في مركز الأهرام للدراسات صبحي عسيلة.